ميناء الفاو من يعني المشاريع الاستراتيجيه بالعراق. وزاره النقل جاده انه نضع الحجر الاساس على الاقل في المرحله الاولى ان يتضمن 5 أرصفة زادا القناه وحوض الرسو، وايضا النفق الرابط بين ميناء الفاو وخور الزبير والطريق الرئيسي اللي يربط بالسريع اللي يربط بالعراق. هذني ال5 أشياء حقيقة الآن بتفاوض مع الشركة الكورية، وأيضا قدمت لنا شركة صينية. احنا نسعى أنه نوقع مع أيهما، ما عندنا مشكلة، ولكن عندنا شروطنا بالتوقيع أنه تنفذ هذه ال5 أشياء اللي ذكرتها في فترة محددة وبمبالغ محددة أيضا. وإحنا نسعى أنه راح يكون هذا التعاقد بالآجل أو عن طريق الاقتراض بالنسبة للعقد الصيني أو العقد الكوري. ميناء الفاو الكبير من الموانئ المهمة جدا للعراق، ومهمة جدا للمنطقة، ومهمة جدا لأجيال العراق. بالتأكيد راح يوفر فرص كثيرة، وراح ينعش الاقتصاد العراقي، بل راح يضاهي حتى بإيرادات النفط. احنا ربطنا راح يكون احنا العراق يعني الحمد لله والشكر موجود في عقدة مهمة بالنسبة للعالم، لأنه على طريق على سبيل المثال طريق الحرير ما ممكن أن يتم إلا من مرور في العراق. إذا عن طريق الكويت لازم يمر بالعراق، إذا طريق إيران لازم يمر بالعراق. وإحنا ميناء الفاو هذا هو الأساس. إذا انبنى راح نسوي قناة الجافة ونسوي الربط اللي من خلاله إلى تركيا ثم إلى أوروبا.